السلام عليكم. يقول كم عدد النوافل بالترتيب رحمكم الله؟ النوافل تنقسم إلى قسمين، النوافل المطلقة لا تتقيد بوقت ولا بعدد، وهذه تصلى في غير أوقات النهي من ليل أو نهار، يصلي ما تيسر له من النوافل من غير ارتباط بوقت أو عدد ما عدا أوقات النهي، فإنه يتجنب الصلاة فيها، صلاة النافلة. والنوع الثاني نوافل مقيدة كالرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها أو أربع بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه تسمى بالرواتب، هذه يداوم عليها إلا في حالة السفر إذا قصر الصلاة فإنه لا يصلي الرواتب مع راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لا حضرا ولا سفرا. وكذلك صلاة الضحى يعني مؤقتة بالضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس عند الظهيرة، هذه صلاة الضحى مرتبة للضحى. وكذلك تحية المسجد قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك ركعة الطواف طاف الإنسان بالبيت فإنه يصلي ركعتين بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار وصلى ركعتين، هذه نوافل مقيدة ومرتبة في أوقات أو في أحوال مخصوصة. وكذلك الوتر في آخر الليل يختم به تهجد الليل قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل، هذه نوافل مؤقتة الليل والنهار ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها زيادة في عمله وحسناته وليست واجبة، وإذا زاد على ذلك من النوافل ما تيسر له في ليل أو نهار فالباب مفتوح له في غير أوقات النهي. نعم.